الزمالك استأنف تدريباته الجماعية استعدادا للمواجهة المقبلة، وباتشيكو حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجه خلالها الشكر لكل اللاعبين على الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق بالمباريات الماضية ببطولة الدوري، وطلب باتشيكو من اللاعبين بذل أقصى جهد لديهم من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة. وكمان أكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن كل لاعب لديه فرصة للتواجد في التشكيل الأساسي بشرط الاجتهاد والتركيز في التدريبات. كمان التدريبات شهدت مشاركة ساسي ومصطفى محمد بشكل طبيعي، والتدريبات النهاردة شهدت رفع الحمل البدني للاعبين، وحميد أحداد أدى بعض التدريبات التأهيلية استعدادا لعودة التدريبات الجماعية. محمود جنش انتظم في التدريبات الجماعية، وباتشيكو منح شيكا برنامج خاص من أجل الوصول للحالة البدنية والفنية المثالية.